تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في احتفال جرى في قصر الصخير هذا اليوم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لدى مملكة البحرين. نعم، وصل السفراء الجدد إلى قصر الصخير كل على حدة، حيث كان في استقبالهم رئيس المراسم الملكية. فلدى وصول سعادة السيد بيباك سيريتشيروبين سفير مملكة تايلاند جرت سعادة المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وقد تسلم جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه أوراق اعتماد سعادة سفير مملكة تايلاند، وتبادل جلالته وأيده الله مع سعادة السفير الكلمات الترحيبية بهذه المناسبة، ومشيدا بالعلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بين البلدين الصديقين. كما جرت لسعادة السيد تيرثا راج واكلي سفير نيبال لدى وصوله إلى قصر الصخير المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وقد تسلم جلالة الملك المعظم أيده الله أوراق اعتماد سعادة سفير نيبال، وتبادل جلالته حفظه الله ورعاه مع سعادة السفير الكلمات الترحيبية بهذه المناسبة، مشيدا بالعلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بين البلدين الصديقين، ومتمنيا جلالته لسعادة السفير دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية. كما جرت لسعادة السيد كليمنس أغسطينوس هاخ سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى وصوله إلى قصر الصخير المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وقد تسلم جلالة الملك المعظم أيده الله أوراق اعتماد سعادة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، وأشاد جلالته حفظه الله ورعاه بالعلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بين البلدين الصديقين وما تشهده من تقدم ونمو في جميع المجالات، متمنيا جلالته لسعادة السفير التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية. We'll be right back.
كما جرت لسعادة السيد أليكسي سوكوريف سفير روسيا الاتحادية لدى وصوله إلى قصر صغير المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وقد تسلم جلالة الملك المعظم أيده الله أوراق اعتماد سعادة سفير روسيا الاتحادية، وتبادل جلالته الكلمات الترحيبية مع سعادة السفير بهذه المناسبة. وأشاد جلالته حفظه الله ورعاه بالعلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بين البلدين الصديقين وما تشهده من تقدم ونمو في جميع المجالات، متمنيا جلالته لسعادة السفير دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية. كما جرت لسعادة السيد فيصل بن حارب بن حمد أبو سعيد سفير سلطنة عمان لدى وصوله إلى قصر الصغير المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وقد تسلم جلالة الملك المعظم أيده الله أوراق اعتماد سعادة سفير سلطنة عمان، مشيدا بالعلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بين البلدين الشقيقين وما تشهده من تقدم ونمو في جميع المجالات. ونقل السفراء إلى جلالة الملك المعظم تحياتي وتقدير رؤساء دولهم وأطيب تمنياتهم لجلالتي بموفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها بالمزيد من الرقي والازدهار. حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم وسمو ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ومعالي وزير الديوان الملكي وسعادة وزير الخارجية وسعادة رئيس المراسم الملكية.